السلام عليكم. ننتقل الآن مباشرة في هذه التغطية الخاصة إلى مجلس الأمن في الولايات المتحدة لمواكبة خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. فقدان الأمل ولا زالوا هائمين على وجوههم في كل بقاع العالم بعد أن كانوا يعيشون حياة هانئة مستقرة في مدنهم وقراهم، وهؤلاء هم جزء من 13 مليون فلسطيني لم يحصلوا بعد على اعتراف المجتمع الدولي بالعضوية الكاملة لدولتهم. الفلسطينية من الأمم المتحدة بالرغم من قرارات دولية عديدة تؤكد على حقهم في تقرير المصير، والدولة على تراب وعلى ترابهم الوطن. نحن أيها السيدات والسادة سلالة الكنعانيين الذين عاشوا على أرض فلسطين قبل أكثر من 5000 عام وبقوا فيها إلى اليوم دون انقطاع، ولا زال شعبنا العظيم متجذرا في أرضه. شعبنا الفلسطيني عمر مدنه وأرضه وقدم إسهامات إنسانية وحضارية يشهد لها العالم، أنشأ المعاهد والمدارس والمستشفيات والمؤسسات الثقافية، وأقام المسارح والمكتبات ودور النشر والصحف ومؤسسات اقتصادية وشركات وبنوكا ذات تأثير إقليمي ودولي واسع. كل ذلك كان قبل وبعد صدور وعد بلفور من الحكومة البريطانية في عام 17، هذا الوعد الذي أعطى فيه من لا يملك لمن لا يستحق، والذي على الحكومة البريطانية أن تتحمل مسؤولياتها عنه وعن نتائجه الكارثية على شعبنا الفلسطيني. ومنذ ذلك الحين وبالرغم من وجود شعبنا تحت الاحتلال فقد واصل مسيرته في بناء والتنمية بعد إقامة سلطته الوطنية في عام 94، وها هي مؤسساته الوطنية التي تشهد لها الهيئات الدولية بالجودة والعمل وفق سيادة القانون ومعايير الشفافية والمحاسبة وتمكين المرأة والشباب في جو من التسامح والتعايش الحضاري دون تمييز. ومن ناحية أخرى فإننا نعمل على وحدة شعبنا وأرضنا، وأن تكون لنا سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، ونحن عازمون بعد ذلك على الذهاب لانتخابات عامة تشريعية ورئاسية. سيد الرئيس، إن قناعة